صباحكم الله بالخير مشاهد الكرام، وحياكم الله. والليلة 18 بشهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول لقيامنا وصيامنا. قولوا آمين يا رب العالمين، وأمتنا العربية والإسلامية وأهلنا في الكويت وقيادتنا السياسية. وكل ليلة حقيقة نحظى أيضا بمجموعة من نجومنا الكرام في جميع مجالات الرياضة الكويتية، ولكن اليوم طبعا لا غير، اليوم غير نجومنا كالعادة. أهل الديوان نقول لهم حياكم الله، فيصل الدخيل مساك الله بخير. حياك الله مشعل، مسي عليك وعلى المشاهدين وعلى الإخوان، وإحنا قريبين من العشر الأواخر يا رب العالمين. إن شاء الله تقبل صيام يوم الخميس بإذن الله، بإذن الله العشر الأواخر والقيام، نعم، وتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. والحظيظ حقيقة، اي نعم، الحظيظ اللي حقيقة يحظى بهذه العشر الأواخر. اللهم يلا إن شاء الله نكون إحنا منهم هذا بإذن الله. بإذن الله. كابتن سامي الحشاش حياك الله محمد. الله يحييك، صبحك بالخير يا ابو مشعل، صبح الاخوان المتواجدين وعلى الاخوان المشاهدين. واليوم الوضع متغير، كهرب متعود على هناك، اليوم مكان جديد. بس سوالف واحده سوالف واحده. ومحمد ابو مشعل حياك الله فيكم، رحم مشاهدينا، وان شاء الله مثل ما عودناهم يعني نزودهم في اشياء ما يعرفونها وما كانوا يعلمون عنها، والشارع ان شاء الله تونسهم يا رب العالم. وسعود هلا ابو مشعل، الله بخير، هلا بالحبيب، هلا حبايب. بسميك المبتسم، بسميك المبتسم ابو سعود. زود ما عليك زود. مسا على اخواننا مشاهدينا الكرام، والله يتقبل ان شاء الله منا ومنكم صالح الاعمال. ان شاء الله العشر الاواخر هذه راح تكون ان شاء الله خير على امتنا الاسلاميه والعربيه وعلى هالبلد هذا الطيب ان شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. اعطونا التقرير لو سمحت. يحمل ماضينا الكروي ذكريات لها أثر بالغ في نفوس من عاشها، فهو نداء لكل جميل مضى عبر نجوم تفانوا وأخلصوا لفرقهم. فكان دورينا خلال عقد الثمانينات مضرب أمثال للآخرين بفضل الأسماء التي لمعت بمختلف الأندية. ورغم سيطرة النادي العربي على معظم تلك الفترة، إلا أن المتابعين حينها ما زالوا يتذكرون تلك الملاحم الكروية والتنافس الشرس لحصد البطولات. فالأبيض الكويتاوي قدم أسماء لا تنسى، وكاظمة مع يوسف سويد وناصر الغانم كان خير سفير، فضلاً عن الأصفر القدساوي بقيادة الملك والصانع مؤيد الحداد. في تلك الحقبة لم تكن الأسماء البارزة مقتصرة على الأندية الكبيرة فقط، بل كانت فرقنا تتمتع بأسلحة ترعب خصومها. اليوم في برنامج الديوان سنعود إلى فترة الثمانينات الجميلة التي أمدتنا بكم كبير من المواهب، وبنعرف من نجومنا السابقين مدى تضحياتهم وعطائهم. إذا مشاء الكرام، سالفتنا الليلة أو بداية الحديث في ديواننا الليلة طبعا تضحيات نجوم الحصر الذهبي في تلك الفترة، ونقصد فيها الثمانينات بصفة خاصة، لأن التسعينات خلاص هم سلموا الأوراق جزاهم الله خير. مفواز، شنو التضحيات اللي مرت على فيصل الدخيل؟ وأنا أقول التضحيات ليس كلاعبين، هناك الإداريين، هناك أمور الأجهزة الفنية، لكن بما أنكم أنتم نجوم يعني نتكلم عن هذا الجانب بالوسط أكثر. ومشعل بالنسبة للتحديات في هذاك الوقت يمكن واحد ما كان يشعر فيها ولا يحس فيها كثر ما هو اندفاع للعمل. أنا وصيكم بالعادة أقول سايلنت بكل أسف أني أنا فأرجو المعذرة. نعم.
كان التحديات وايد اكو اشياء تصير من اللي ملتقون في عمله وفي نفس الوقت لحبه للنجاح او لدراسته او مثلا باصابته او في يعني كان العطاء من داخل قلبك انك انت تكون فيها. كذلك الجهاز الاداري، الجهاز الفني، كذلك الجمهور. فانا اذكر في مره من المرات من الحلقه لما ذكرت قلت لك في هذاك الوقت لما كان يدعى في جيل ذهبي تماما، انا ما كنت اقصد بس الرياضه، كنت اقصد الرياضه والرياضه مقسمه من الناحيه الاداريه، من الناحيه الفنيه، الجماهير، كذلك كان في الفن وكان المسرح وكان الاغاني وكان الكتاب وكانوا حتى السياسيين وحتى الاقتصاد كلها هذه يعتبر هذا الجيل كان فيها. فلما تاتي في هذه العمليه تصير عندك تحديات لان المبدا واحد والروح واحده، فتجد ان تسهل لك كل مسؤولياتك اذا سواء بعملك او بدراستك او بتاجيلك او باي شغله معينه، فتجد ان الجهاز الاداري كان حريص انه يعمل معام لان الكل مشارك والكل روح معه. هذا انا اتذكرها تماما كثير من الشيء، اضافه الى عمليه الاخلاق العاليه في التعامل. وهذاك الوقت انا اعتقد الجهاز الاداري كان على مستوى كبير، يعني دائما لما تجي الى نادي، انا اقول نادي القادسيه، تجد اكثر من 5-6 في مجلس الاداره و20 واحد متواجدين من الجمعيه العموميه على قياديين على الدوله. تروح حق نادي الكويت هم كذلك، تروح على نادي العربي نفس الشيء، نادي كاظمه نفس الفحيحي، اليرموك، كلهم على مستوى اداري عالي مستوى. فهذيلا كان اي لما اي تحدي، انا ما اعتقد كان في هذاك الوقت تحدي كثر ما هو كان تحدي الى الوصول الى الغايه، خاصه بالثمانينات نضجنا. يعني انا اعتقد من سنه 79 بعد فوزنا على العراق احنا كلاعبين نضجنا، فياتنا الاولمبيات وياتنا تصفيات كاس العالم ووصلنا، وانا اعتقد هذاك النضوج. فالتحديات انا اعتقد كثيره، لكن اعطيت لك اياها بصوره يعني مختصره شامله للكل. ابو محمد ما في شك لما نقول التضحيات، طبعا هناك تضحيات، مساله الدراسه واجهها، مساله عمل، مساله امور اسريه واجهها اللاعبين بتلك الفتره. ومسأل يعني شوف، ما اعتقد في رياضي او لاعب في ذيك الفتره ما ضحى، سواء على مستوى المنتخب او حتى على مستوى النادي. واللاعب اللي يبي يوصل لابد منه راح يضحي في اشياء. يعني انا مثلا بعطيك على سبيل المثال، يعني انا على مستوى المنتخب ضحيت في عملي، وكان المكان هذا راح يوصلني لمنصب، ضحيت لكاس العالم ما رحت، كان في دوره حوالي 6 شهور برا الكويت بعملي، ضحيت كنت ما ويا وربعي واستوى وصاروا مدراء وانا طلعت على بعضي. كذلك كان على مستوى النادي، يمكن اذكر في موسم 88 كان النادي العربي حصل على بطولة الدوري في بدون خسارة، وكان هذا الموسم حتى بسعودية أذكر الموسم هذا أنا حصلت لي وفاة ولدي، يعني هذه أنا ما أنساها. وكانت مباراتنا عند المهمة مع نادي الكويت ولازم ألعب مباراة حساسة يعني، وضحيت رحت دفنت ولدي والله أذكر العصر، وكانت مباراة المغرب، يمكن أنا أول مرة أقولها، ومباراتنا كانت المغرب الساعة 7 مع نادي الكويت. صحيح. ورحت لعبت المباراة، وأذكر أنا حتى صار بلنتي، وأنا دائما لأن شوت البلنتيات قلت حق زميلي أحمد عسكر، قلت له ما أقدر أشوت، نفسيت تعبانة، قلت له ما أقدر أشوت، شوت أنت، وشاته وضيع البلنتي. فأنا أقول لك يعني على اللاعب راح تمر عليه فترات لابد أنه يضحي، سواء يعني احنا ما نبي نقول على مستوى الدراسه وهذا، لا احنا معنا وفي لاعبين هذا كان موجود نموذج جاسم يعقوب، كمل دراسته وكمل مشواره الرياضي وتفوق. احنا مع نأيد اللاعب اللي يكمل دراسته ويكون متفوق في 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 مجاله، سواء كان رياضي او اي مجال اخر. فانا اقول لك يعني في لاعبين وايد ضحوا الموجودين كلهم قدامك، كل اللي كانوا بالفتره اللي معانا ضحوا بأشياء كثيرة.
ابو حمد يعني التضحيات طبعا شامله طبعا تحيات يعني الاسره يعني حتى بعض الاصابات مش علي تضحيات كلنا كلنا انت تاخذ علاج كل الربع او مشاكل تعتبر تضحيه مفروض علينا كل واحد قدم من نفسه نعم يضحي يعني او ما يمشي تضحيه معسكرات معسكراتنا ما كانت مثل الحين معسكرات سياحيه كان معسكرنا ياخذ من شهر ل 40 يوم يعني واحد بعيد عن اهله عن دراسته عن عمله ويستر على العمل ترقيات يعني واحد يقول لك هذا كله مسافر انا ترقى ولا هو احسن وصلت مره على كذي بالعمل بس كان الربع يبلعون عشان يخلص شغلنا يبلعون ايضا كان في ياثر بالدراسه مثل ما قال الواد من اللاعبين يعني كان عندهم كفه الميزان او الدراسه راح اصوب الدراسه او اللعب راح اصوب الكره على حساب الدراسه اثر عليهم وايد ايضا مثل ما قلت لك بالعمل اثر في الناس وايد تاخرت رغيتهم كان عينه مثل سامي وغيره ضحى فيه في ايضا الاصابات يعني مثلا اقرب واحد كان يشوفني ابو سعود يعني في مباراه دور الخليج الرابعه يعني لعبت غصبا علي ضبر تخدير مكان اصابه قوي اتالم يعني اثنين يقضبوني مو قادرين من الالم يعني ابره من تحت ريلي بالقدم من تحت ريلي ابره توصل الى العظم ويعطيني مخدر كان الله يذكره بالخير محمد شعيب يمين ومحمد عبد الله شمال مسكوني ما اقدر من الالم من الم الابره غير الم الاصابه على الخليج الرابعه 76 اي هذه المباراه الاخيره مع العراق العراق لعبتها بتخدير يعني ما لعبتها بالطبيعي فتحمل والمشكله يعني الابره هذه قالوا تعال قبل المباراه ثلاث ايام خلينا نجربك بالليل يعني تعال تجربه بعد اي بعد غير المباراه تجربه جربوني الله يرحمه الدكتور محمد ليثي خليته معنا صح؟ ايه عشان يعرف كذا يحط لي مخدر عقريلي فبالليل عقب يعني يهدون يبدون ينامون الفرق وهذا طقوني الابره يجربوني اركض بالممر بالفندق وحنا نطالع ونبيل يلعب هل من ممكن ابو محمد اللاعب يرفض في مثل هذا الامر يعني ابره في هذا المكان طبعا يقدر الم يعني يقدر يرفض اللاعب ما في يقدر يماني ما اقدر العب ما اسمعوني ويقعد بس ظرف الدوره والجمهور والمباريات والربع جو الربع كلهم يعني عظام الاداره والجماهير اللي قاعدتي والكويت اللي قاعد يتابع خلي قسم عليك الضحي مو شيء طيب مسعود اكيد في ما في شك يعني عمليه مثل ما تفضل محمد المعسكرات الطويله بالتالي بتأثر على عملك مثل ما قال سامي في بعض الأمور أسرياً ابتعاد عن والدك إذا كان أو إذا كنت متزوج إذا كان عندك عيال كل هذه الأمور يعتبر تضحية من أجل وطن فمريتوا فيها بسعود هذه هنأخذ من تجاربكم هذه والله شوف أبو مشعل يعني التضحية أنا أعتقد يعني الكل ضحى فيها كل لاعبين الكرة اللي في وقت ذاك الوقت فيصل قال خوش كلام يعني بالنسبة حتى الأمور الفنية سواء فن رياضة سياسة اقتصاد حتى اجتماعيا الناس وايد ضحت في هذه الأمور فاحنا ما بالك ان احنا يعني عاصرنا هالاشياء هذه كلها عاصرنا ان نكون احنا يعني طموحنا ودوله الكويت انها تكون في 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 المراتب العليا وهذا الطموح يمكن كل لاعب فينا يعني طموحه انه يوصل ياخذ كاس اسيا والخليج يوصل كاس العالم ومرت علينا فترات طويله معسكرات تتكلم عن معسكرات يعني تتكلم عن ترانزيت الكويت يعني اني حتى يمكن تقريبا اربع خمسة ايام ونرد نسافر يعني حتى نقعد ويا اهالينا اللي مريض واللي ابهات الله يرحمه الوالد الوالده اخواني خواتي قبل لا
قبل أن تزوج يعني بذاك الوقت يعني الحكي تكلم قبل 76 ضحينا في 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 أشياء. أنا واحد ضحيت بدراستي كلها يعني وحبيت الكرة يعني أنا اشتغلت تقريبا سنة 71 أو 72 وأول معاش أخذته من أبو مشعل وزارة الصحة صح أبو مشعل؟ صح أنا كنت في وزارة أنا ما أذكر لا تذكر كان أمين الصندوق هو اللي يوزع المعاشات. كم معاش كان؟ 60 دينار بس يا حلوة 60 دينار 60 دينار يعني صدق أبو مشعل يقول وايد قبل يعني. عزابي بعدها يعني انت عزوبي مو اسره زي 60 دينار مو شويه يعني 60 دينار تعطي ابوك 20 تعطي امك 20 دينار انت تودي ربعك وتعشيهم وهذا ويقعد وياك لاخر الشهر سنه 76 عقب كاس الخليج ويانا الله يغفر له ويرحمه الشيخ سالم الصباح الله يغفر له وأنا كنت في وزارة الصحة بالمالية عند خالد الصانع وعلى البحر وكيلنا الله يرحمه أو وزيرنا خالد سالم الصانع مو خالد ناصر الصانع خالد سالم الصانع الله يرحمهم الاثنين نعم وكان وزيرنا عبد الرحمن الله يرحمه ويغفر له العواضي وأنا أشتغل بالمالية وياهم كان يدق تليفون الشيخ سالم هلا خالد الله يرحمه غفر له ابو وليد الله يرحمه خالد سالم الصانع قال ايش حق عبد العزيز قاعد عندكم يبو عندنا بالشؤون خل نقلونا الشؤون قال هذا مو كيفي يعني خلنا انا اقول حق عبد العزيز شو ده هو كلمني يعني قال انا تعال الشؤون وزارة الشؤون قلت له ابو باسل الله يرحمه ويغفر له احنا الحين احنا سفراتنا وياياتنا ما ترى ما اعطوني ترقيه قال لي انا بنغلك وبنعطيك ترقيه الله يجزيه خير فاتصل في الوزير وبعدين اتصل في الوكيل خالد الصانع وقال له خلاص عبد العزيز موافق ناداني وليد الله يغفر له كان يقول لي ها قلت والله اذا فيها ترقيه ليش لا خلنا اروح الشؤون وبعدين راح يقول لي اللي كانت يعني تتكلم عن ما في دوام يعني انت كره القدم عندك بمعنى كذي تفرغ عادي تفرغ من الوزير مباشر فكانت هذا شيء حلو يعني بالنسبه لي اني انا اكون معطاء على طول متى ما ابي اتمرن متى ما اكون متواجد بالنادي هذه كانت صارت من صالحي يعني قمت تكبر المخده شوي اكبر المخده واروح اتمرن يعني ما قعده الصبح ما فيها قعده وايد يعني فهذه كانت شيء جيد بالنسبة لنا هذا الطموح بمشعل اللي صار بالنسبة لكل اللاعبين ضحوا بأشياء كثيرة يعني أنت تزوجت وش سويت؟ أنا تزوجت 76 76 76 عقب دورة الخليج عقب دورة الخليج قعدت قبل لا رحت سافرت لندن بعدين رديت تزوجت زين تفضل إيه كمل تزوجت ايه وبعدها طبعا في بطولات هذه البطولات مباريات ام سعود هذه رحنا ايران على طول احنا معسكر حق المعسكر عقب دوره الخليج حق الاسيويه ايضا دوره الالعاب الاسيويه كاس امم اسيا على طول هذا دشينا معسكر دشينا معسكر في ضيافه طبعا مشاهدينا ما يعرفوا الضيافه في الضيافه في منهم ما يعرفونها في فندق لنا في الضيافة وزارة عند وزارة الصحة صليبي خات شو اسمها المنطقة؟ ايه؟ انت ما تعرفها بلى شو اسمها؟ المنطقة هذه نفسها؟ اي 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 عشيرج اي اوكي الضيافة هذه كلها لا مربوطة اسمها جي تو جي تو هذه جي ون؟ جي ون ها جي ون وهذه جي تو وهذه المنطقة زين وكان لحظة هذه خلنا نصلح يا جماعة مو فندق ترى شفرات هذا هذا فندق يعني غرف
خراب وتغذيه وقعده في كل شيء. هذه طبعا لما كانوا الانجليز موجودين الاخ ويا رضا معرفي لما كانوا الانجليز موجودين وجاسم ويا سعد وانا ويا فتحي ويا شعيب محمد شعيب مس على ابو شعيب الكل يعني المجموعه كبيره. هذه المنطقه اللي تفضلت فيها ابو سعود واصبحت فعلا معسكر لكم واستغلها الاتحاد الكويتي لكره القدم كانت هي منطقه طبعا عملها الانجليز صحيح كانوا ساكنين فيها فلذلك مسماها جي 1 وهاي جي 2 عشان كذي انا اقول لك انا اعرف هذا انت لان اكبركم سنا انا اعرفها انت ناخذها مالنا يعني ومش طيب ابو سعود احنا بنوقف عند ابو سعود الحين توهم الزوجه الله يحفظها ومفضلها زين ترى كلنا ما في حتى الكل يعني ما قاعد ويا شويه وبعدين نطلع كلنا مسافرين ترانزيت والله زين انا بنتي بشاير اي بشاير وانت في مباراه استراليا انا اقول لك هني انا مودي احنا طيارتنا الساعه 12:30 نطير الظهر بالليل ومودي الله يحفظها ام سعود وهذا البكر يعني اخذتها مشيتها على البحر كذي لين مستشفى الولاده وهي قاعده يعني تطلب شوي قلت لها من تعب اكون ان شاء الله موجود يعني ما مداني دخلتها للمستشفى ورحت المطار على طول المطار يعني من المستشفى للمطار رحت قطيت المستشفى ورحت وطيارتنا الساعة 12:30 بالليل خامر بالطيارة أنا يعني الحين أقول حق الرابع أنا وديت المرأة تولد ما أدري عاد شتيم ذاك اليوم ما تدري بنت ولا ولد ما عندك يعني ذيك الساعة ما في التطور الطبي اللي يقول لك فيه ما في تطور طبي تعرف إنه ولد ولا بنت ولا قلت الواحد بس يقول إن شاء الله يكونون سلامتها المرأة والمولود فوصلنا رحنا إحنا طرنا هدور تليفون معكم موبايل ولا شيء شقيت على على عليهم البيت وهذا كان يقول لا يا بنت بنيه وهذا شو نسميها؟ سموها بشاير متفقين على الاسم ولا جت تلقائيه يعني فيها بشاير على موضي على يعني في كذا اسم يعني سموها بشاير كاول اسم بشرى طيبه بشرى حلوه وطيبه يعني الحين قاعدين احنا كان يقول مباراه ويا استراليا طلعت يمكن ومشعل والحاضرين يسمعون انه يمكن اشهر طفله في هذا الوقت عقب باثناء مباراتنا ويا استراليا الحربان قال لي ها مسعود قبل يوم قلت له ابي ترى ها بشاير عندي انا قال انت قول وانا علمك ونبشرك بمشاير بشيء حلو يعني فسجل فتحي سجلت الهدف الثاني انا وعاد ما شاء الله يعني جت ابو يوسف عاد ابو يوسف لعلع فيها مسى على ابو يوسف والكلام الطيب هذا حطها بشاير وهذا وصارت اشهر طفله في ذاك الوقت يحفظها رب العالمين يحفظ كل عيالك ان شاء الله وسعود ويا حلوها ابو مشعل تفضل تكمل على كلام محمد جاسم يوم الفتره اللي كنا يعني الفتره هي كنا نتكلم 78 و79 كانت معسكراتنا صدق فعلا كانت طويله انت تتكلم عن سن كنا فيه 18 سنه بسن مراهقه يعني انت دائما تبي تكون مع ربعك بالكويت تبي تعيش معاهم العيشه وانت بهذا السن انك تروح معسكرات والمعسكرات الطويله وتتغيد والله وكنا ملتزمين في المعسكرات ترى المعسكرات ما هي سهله معسكرات طويله ممله ترى اليوم اللاعب هذا ما اللاعب حاليا في وقتنا هذا ما يتحملون المعسكرات الطويله معسكرات مرات تضل يعني احنا بكاس عام ثلاث شهور كنا برا الاصابات والله انا كنت ترى العب 8 سنين كنت العب اوبر كورتيزون شوف على مستوى المنتخب والنادي اوبر كورتيزون انا حتى لما رحت المانيا اخر فتره ضليت ما اقدر العب رحت المانيا شاف ريلي الدكتور ريلي وارمه وبيضه من كثر الاوبر كورتيزون كنت اخذها طبعا كان الله يرحمه الدكتور محمد سالم واحنا كنا صراحه انا كنت اجبر الدكتور اقول له طقني بلعب قال لي تشوف ريلك عندك العظام متاكله من الكورتيزون متاكله اليوم احنا نبي ننمي العظام هذه عشان ردها مثل ما كانت طبيعيه فاقول لك يا ابو مشعل ضليت شهر في المانيا ورديت قال لي شوف
أنا كدكتور طقيت نفسي مرة إبرة كورتيزون إبرة. أنت طقيت نفسك؟ هو يقول لي دكتور، هو الدكتور يقول لي أنا طقيت بألمانيا، دكتور ألماني يقول أنا طقيت نفسي إبرة كورتيزون واحدة للحين ندمان عليها. الدكتور يقوله، هو الدكتور يقول لي، يقول لي أنا طق نفسي إبرة كورتيزون من قبل 10 سنين وللحين ندمان. هذا الكلام بالتسعينات بالثمانينات، يقول لي ليه ندمان عليها؟ أنت شلون 8 سنين قاعد تأخذ إبرة كورتيزون؟ 8 سنين؟ 8 سنين أنا كل مباريات، كل مباراة أخذ إبرة، ما أقدر ألعب بدون الإبرة. شوف شلون الله بك عوقك. الحمد لله منها من الحمد لله من الحمد لله كلهم كلهم كل هذا اللي عندك قدامك كله بسعود يعني وعمود فيصل يعني 8 سنين. اي والله وكورتيزون ترى له آثار، له آثارها أدري الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني من خلال هالتجارب فيصل، شو اللي ممكن نوصل رسالة الآن الى اولادنا زين، سواء على مستوى الانديه وعلى مستوى المنتخب؟ نتكلم على مستوى المنتخب، ما عانيتوا، ما ضحيتوا فيه في امور يمكن كثيره، مثلا عفوا امور وظيفيه كان من الممكن توصلون لها، تجاريا من الممكن تلك الفتره امامكم ابواب مفتوحه زين نجوميه وفضل الله وانتم مقدرين امام الدوله وامام اهل الكويت كلها. ومشعل الاخوان ما ذكروا التحديات، هذه جزء يعني بسيط جدا اللي قاعد يذكرونه، سواء جاسم ولا سعود ولا سامي ولا انا ولا كذلك. في اشياء اداريه وفي اشياء طبيه واكو اشياء ناس كلهم معنا. هذه مجموعه التحديات تمام خلقت عندنا المسؤوليه، لان دائما لما تتعامل تحدي بينك وبين نفسك، وهي النفسية من أصعب الأشياء اللي أنت تكون معاها، وفي نفس الوقت أنا أتشارك مع صاحبي بمشكلته ولا بفرحه، وفي نفس الوقت أنا هم كذلك عندي تحدي. وتحدينا كان دائما عندنا طموح، إحنا كان عندنا طموح نبي للأبعد، يعني ما كان المباراة الرياضة بس مجرد أني أنا آخذ مسابقة محلية أو دورة الخليج، لا، احنا بعد دورة الخليج عقب ما خسرنا من ايران في البطولة الاسيوية نهاية امم اسيا، طلع الطموح عندنا اكثر. وانا اقول لك يعني لما جينا نضجنا تمام، بدينا نضجنا تماما، وكانت عيننا ان نصل الى اكثر. رحنا حق الاولمبياد، رحنا حق كأس اسيا الى كأس العالم. فهذه التحديات اللي احنا مرينا فيها وتشاركنا فيها وتشاركوا معنا، ما كانت بتحدي بينك وبين نفسك، لا، همي وهمك، وهذا كل نكوننا إلى مصلحة، إن في عامل مشترك بيننا. أنا عندي هم بس وأنت عندك هم بس، أنت همك العامل المشترك اللي أنت عندك هو عندي أنا نفس الشيء، إني أنا أبي أحقق فوز، أبي أحقق نجاح، أبي أحقق إنجاز لبلدي. فهني لما صار الإنجاز بدأ العملية، إنك أنت أنا أخفف عليك وأنت تخفف علي. فهذا اللي حصل، ليس بس احنا كرياضيين، كذلك الاعلاميين كانوا متشاركين نفس الفكر، الاداريين نفس الفكر، الفنيين نفس الفكر. فهذه مجموعه التحديات خلتنا يد واحده تماما قويه، وحققنا ما هو اللي وصلنا فيه. انقل الرساله حق المتواجدين حاليا، احنا نتكلم عن خبره، نتكلم عن في فوز نقول عنه، وفي خساره نتكلم عنها، وفي إصابات نتكلم عنها تمام. يعني مثل الحين تو عبد العزيز يقول أنا بكره بنته، ففرحة الولد، فرحة المولود وفرحة المسؤولية، كأنك أنت مقصر، فتلقى صار عنده صراع نفسي إنه ترك زوجته، أي نعم متروكة بالحفظ والصون مع أهله وكل أمور، لكن هم كذلك يكون هو سعيد في مولوده، وغاب فترة ما رجعنا لما رحنا ترى استراليا ولا لعبنا فيها فتره، وقعدنا يومين وردينا طلعنا مره ثانيه. اي هذا ترانزيت، اقول لك ترانزيت يعني تماما. ف ما دام عندك هدف وتبي توصل له، يجب ان تضحي له وتكون بمصداقيه التضحيه. هذه احنا اللي نوصلها. شفنا امور اداريه تعلمناها، شفنا امور فنيه، وشفنا جماهير علمتنا. حتى الجماهير لما تهتف سواء معاك ولا ضدك هم تعطيك الاكل في دول ثانيه، هم كذلك تعطيك ثقافه. كل هذه الثقافات احنا سويناها، احنا نأتي نقعد هنا نتذكرها، علشان احنا عندنا ازمه
أزمة إدارية في الرياضة وأزمة فنية في الرياضة، ورياضتنا صراعاتها شرسة تماما ولا أحد مستفيد، واللي كان يقود هذا الآن هو ضاعوا، حتى اللي كانوا من 5 سنوات هم ضاعوا. فأنا قاعد نتكلم هذا الشيء على أساس نهدي الأمور ونحل نرجع. فهذه التحديات اللي نتكلم عنها أبو بشر تحديات كانت صعبة جدا، خاصة في ذاك الوقت ما كانت وسائل التنقل مثل ما عندك التواصل أو تعرف من حقك من بيتك من أهلك، فهذه كلها كانت موجودة. إذن أنت تصنع نفسك محمد. أكيد أبو مشعل طبعا تفضل. في بعض الملاحظات يعني أنا أقول حق إخوان اللاعبين، إيش كثر ما تقدم حق الكويت ما أنت وفير حقها، يعني إيش ما تعطي راح تلقى رد فعل من الجمهور والناس لك. فلا تفكر إنه يعني والله يعني بقول قول باشر ينسوني ولا تعور ما حد يدري، لا لأهل الكويت ما ينسون اللي يقدم لهم، قدم وشوف ردة الفعل بعدين تلقاه قدامك. ايضا بس يعني عن اللي قاعد يقولون الاشياء اللي صارت، انا نفس الشيء كنا في دور الخليج، في احنا ما كنا الاساسيين، كان العزيز كابتن فريق دور الخليج اللي ابو ظبي ساتر 82 ساتر. يعني تليفون من سلطان اخوي يقول تعال تقدر تجي عشان تملك. قلت له انزين. مرت الله يذكره بالخير يوسف الشملان كان مدير الفريق، قلت له ابو شملان شدي السالفه؟ قال لي خلينا نشوف الشيخ فهد الله يرحمه طالب. رحنا حق الشيخ فهد، قلت له شو يجيب عليه باكر تروح؟ الله يذكره بالخير قاعد الشيخ محمود كان نائب رئيس الاتحاد صح؟ صحيح. كان يقول جاسم بس لا تطول يومين ترد، مع ان احنا ما نلعب ما تلعب انا عارف نعم ما نلعب. يومين محمود قاعد يضحك قال عشان الربع لا يقول هدي المعسكر وراسه. قلت ما بدي ملتزم نلتزم. رحت بالفعل يومين رديت التزام بالكلمه اللي اعطيتها مسؤولينا. ايضا ما يعني اتكلم عن رحمه الله عليه الشيخ سالم الصباح، الرجل رحمه الله عليه كان بالفعل يتابع وعنده يعني معلومات عن اللاعبين عن كل شيء مشاكلهم وكل شيء. أنا كنت بالجامعة جامعة شويخ، جانيني تليفون من الله يذكره بالخير مدير مكتب الشيخ سالم حسين الذياب كان صح؟ صح نعم حسين الذياب، عشان يقول لي الشيخ يبيك. قلت له متى؟ قال الحين. أنا ست شويخ نعم. يم جيون وزارة الدفاع مو جو وجيتو جيو يم وزارة الدفاع 5 دقائق أنا عندهم. دخلت سلمت قال استريح قاعد فيك ما تلعب فترة والله الإصابة عندي معينة أنت بس خلص أوراق الاتحاد. قال شاك تنطر الاتحاد والله العظيم طلع ظرف عشان يقول هاي بروح عالج وتعال، يعني ما قال تقرير طبي ما قال الله يرحمك طلع ظرف قال هاك روح عالج وتعال. الله يرحمك أبو باسل والله العظيم ما انسهلة. رحت والله قعدت أسبوع أو 10 أيام ورجعت. وين رحت؟ لندن ولا ألمانيا؟ رحت لندن. لندن عالجت ورجعت. شوف الناس المسؤولين شو كانت تهتم. قرار. هناك فرص ربما ثمينة أبو سعود، كلام هذا لكم. كان من الممكن ربما مثلا واحد عنده فكر تجاري، واحد عنده يحلم بالوظيفة يكون له مسمى وظيفي كبير ويوصل إلى مكانه وكذا كذا. هذه من ضمن الأمور أعتقد اللي أيضا يعني حرمتوا منها بما معنى أو ضحيتوا من أجل الكويت من خلال وجودكم ضمن المنتخب. والله شوف ابو مشعل يعني انا ماني بروح انا اكو جت المشكله 81 مالت البورصه مالت المناخ ازمه المناخ الازمه مالت المناخ هذه شنو هي شنو هالازمه هذه؟ حسب ما كنت موجود فيها؟ لا مو انا طلعت يعني بس لو قاعد اي اكو ناس تطق وتمشي زين يعني اكو ناس ما شاء الله عليهم يعني زين ياخذ السهم ويرتفع وهذا باعه على طول يعني كيف في ناس كذي هذا يقولون بحظين اللي سويت انا شريت وسافرت ما تقعد فتخسر رد السوق كله. فهذه امور يعني يمكن
ما في اتصال بعد تعال دق على فلان ولا دش بالبورصه وشوف شنو اللي نازل وشوف. كان عندنا مبلغ بسيط وهذا بالضبط زين المبلغ تحط لك 10,000 يطلع لك يمكن تقريبا اكثر من 100,000 حتى بيومين طبعا ولا 10,000 يعني 10,000 في وقت يعني المده دي تبيع يعني المده تبيعها مده وناس أجل. السوق ذاك اليوم لا حول ولا قوة كل واحد يلعب فيه لعب زين حطيت بيزات حطيت وراحوا ال 10,000 هذه سافرت زين 10,000 مجمعها لكن الله عوضك سبحانه وتعالى اول شيء لا لا الحمد لله لا بسعود واخوانه بس انا اقول لك الظروف هذه نعم. شلون تجي انت الحين تقول تضحيه هاي تضحي وايد باشياء يعني أوكي. مرت علينا اشياء يعني انا احنا رسالتنا حق لاعبينا شو يعني لازم الواحد يضحي صح العمل خلينا نسمع مثل هذه الحادثه العمل والجهد والتضحيه والروح والالفه ما بين اللاعبين داخل المعسكر والاداريين هذه كلها الجهاز الفني الاداري لهم ادوار فيها هذه اللمه تحتاجها في هذا الوقت زين احنا محتاجين كمل مش على محتاجين ان الوقفة توقف الكل يوقف مع مثل ما ضحوا إداريين وأجهزتنا الفنية والإدارية ولاعبينا حكومتنا كلها ضحت فيها مو بس اللاعب نبي الحين الوقفة هذه تصير مثل ما صارت شوف أيضا في دور نفس ما قالوا سعود قال إخوان دور الإدارة شلون تهيلك جو المعسكر يعني تخليك ما تمل تسوي لك برنامج يقعدون يعني قاعدة جماعية يسوي لك جو ثاني ايضا الاداره لها دور مو يجيب اللاعب يحطه بغرفه تمرين صبح عصر وروح لا الاداره لها برامج وقعدات مع اللاعبين ثلاثة شهور يعني مو شويه يعني معسكر يعني ثلاثة شهور صحيح الى كاس العالم ويستحق لكن ثلاثة شهور اليوم مع احترام وتقديري لعيالنا لو تقول لهم هذا المده من الصعوبه يعني ما حد يتحمل ما حد يتحمل ما حد يتحمل يعني أضيف على الكلام ما تفضلوا فيه دائما لما أنت تلعب وصير نجم ما تطلب يعرض عليك النجم يعرض عليه ما يطلب تمام فعشان تصير هذه توصل لهذه النقطة أنت يجب أنك تحقق شيء والتحقيق ترى إحنا نتمرن بالأسبوع ست أيام وتمرين إلى أن تعطي مباراة من أحسن ما يمكن فيها تفوز فهذا مجهود يحتاج وقت وانت عايشت يعني فهذه النقطة فأنا دائما أقول إذا تبي تصل إلى شيء يجب أن تكون تقدم شيء تقدم شيء أول شيء أنت قدم شيء مقابل شيء شيء مقابل شيء شيء ما يثق في نفسه وصح أعطاكم الله سبحانه وتعالى طبعا حب واحترام اهل الكويت وجماهير الكويت الحمد لله هذه مشعل بس مشعل عندك رساله عفوا انت قلت لي لا انا عندي رساله قبل تبيها الحين ولا بعدين اخر شيء ومشعل خلينا نقول بس نقطه صغيره الاداره الاول الحين اي نعم واحنا راجعين من بطوله العالم العسكريه في المانيا هذا 75 هاي مات كاس اللي طلع المركز الثالثي العسكريه النهائي الثالث والرابع مع الكاميرون 6-5 صحيح وين راندين بالطيارة كان حسن ناصر رحمة الله عليه هو المدرب مدربي نعم راندين بالطيارة عبد العزيز الخطيب وعباس عبد الله طلع عند الأخوان الإداريين الجنطة فيها فلوس وفر بالميزانية قاموا وزعوا الوفر وقسموا على اللاعبين كله وزعوا يعني ما قالوا ايش حق نعطي اللاعبين لا ونسون اللاعبين أعطونا كل واحد والله أذكر ظرف شققنا استأنسنا ها شققنا من الناس ما اذكر والله شنو 1000 شيء 800 تستحقون يعني إيه؟ تستحقون لا فلوس زايده قال ايش حق لا ترد الصندوق الجيش الصندوق الجيش شو وزعت على مشعل تفضل يعني احنا كلاعبين من اللي يعطيك الباور يعطيك الدافع للامام هو الجهاز الاداري الجهاز الاداري اللي كان معنا احنا يمكن بالفتره اللي كانوا معنا احنا كلنا مو متزوجين كلنا عزابيه ولكن هم اللي كانوا متزوجين انه يهدون اسرتهم ويروح معاك شهرين وثلاثة وأربعة أنت تحس في معاناته أنت كلاعب تحس معاناة هذا أنا اللي أتكلم الشهيد فهد الأحمد سفراته كلها ويانا سفرات طويلة وأنا سألته قلت لك هالمرة سألته سؤال قلت له يا أبو أحمد أنت كل سفراتك ويانا شهرين ثلاثة وأربعة شنو ما عندك أسرة ما عندك عيال يقول أنتوا عيالي
يعني لما يكون رئيس اتحاد يقول لك هالكلام هذا، شو انت كلاعب شو يصير فيك؟ هذا يعطيك باور، يعطيك دافع انت كلاعب، يحمسك انت كلاعب والله داخل الملعب. والله يعني كلامك محمد، انا سمعت هذه الروايه الى اي مدى صحتها، ملكت ولده الشيخ احمد الفهد ما كان موجود في الكويت، وكان مع الفريق وفي هذه مثل ما تفضلت بالضبط. انا اقول لك يعني انا الكلام هذا اقوله لاني انا سالت السؤال، نعم، والرد عليه رد. يعني شو تتوقع انت كلاعب شو تبي تسوي في الملعب اذا تشوف هالكلام من رئيس الاتحاد؟ هذا نعم وجهه. عموما نختار تقريرنا الثاني يا ساده يا حبيبي. كتيبة ذهبية صالت في الملاعب الرياضية ولمعت محلياً ودولياً، وتركت بقيادة سعد الحوطي والمرعب جاسم يعقوب بعد الاعتزال بصمات مضيئة في الفن الراقي الذي نتغنى به على الدوام. تلك النجومية لم تأتي من فراغ، بل عبر تضحيات كثيرة كان هدف الحوطي منها إعلاء اسم كويت الخير والمحبة عالياً، وهو ما تحقق حين رفع كأس آسيا كأول يد عربية بالقارة الصفراء تحقق هذا الإنجاز. وإذا أردنا أن نضرب مثالاً على الصبر وقوة التحمل، فإن شيخ المعلقين خالد الحربان سيرد علينا بعبارته الشهيرة: شوف جاسم أبو العطاء السخي وانت وفي يا أبو حمول. فالأفراح التي صاحبت كوكبة العصر الذهبي جاءت عبر الود والتفاهم والعطاء الكبير لأسماء ستظل نرددها لتكون طريقاً مضيئاً للأجيال المتعاقبة. دورينا في الثمانينات أعتقد كان شعلة من النشاط محمد، إلا أن العربي ترى سيطر بثمانينة على البطولات. الحربان قال يا أبو حمود يا أبو العطاء السخي، وين فيه وليش قال؟ هذه مباراة هونغ كونغ تصفيات كأس العالم، أني بهونغ كونغ 77 غلبناهم 3-1، الجول الثاني أو الثالث انفرت أنا والجولشي يا حمد محمد، أعطيت حمد الجول خالي في الدفاع يسكر حط حمد الجول، فني قال يا أبو العطاء السخي على هالجول لما باصيت الكرة كان بإمكانك بستة يارد كنا هنا كان بإمكانك نعم منها. ولو المعلومة يعني كنا شباب صغار أنا وحمد محمد ما انتحاش بالمباراة هذه تحصل ما انتحاش أنا الحين حتى بعد المباراة كان يقول لكارلوس كان صدر كل شيء هذا انتم متحاربين كذا اعطاك باص يعني كارلوس يدري اي يدري يدركم يدرون انا ادري في وقفه نفس يعني الثمانينات وسعود كان دوري من نار بمعنى الانديه كلها اي يعني اي ابو مشعل الانديه كلها تكلم عن يعني عربي الكويت قادسيه السالميه كاظمه نصر تضامن فيحيد يرموك يعني فرق هذه كانت يعني لها 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 حضور فيها. ليش؟ يعني احنا وايد تكلمنا عن الإدارة وايد تكلمنا عن المدربين اللي كانوا موجودين، يعني تكلم عن العربي عندهم الانجليزي هذا مكاي ديفيد مكاي، الكويت عندهم عندنا ايش اسمه عندنا يبنى انجليزي الانجليزي اللي قوى 3 أهداف بعد كاس العالم 66 وهو هذا لاعبنا ايش اسمه نسيت كاترايت كاترايت الثاني هو المساعد الثاني مو كاترايت اللي تفضل كاظمة عندهم البرازيلي مدرب وغادسية عندهم ذاك المدرب النصر نفس الشيء تضامن حين محترفين مو محترفين لاعبين مميزين
وداريين. يعني انت تحس ان الرياضه كانت ذاك الوقت حضور الجمهور في هذه المباريات، لانكم انتم اضفتوا وجودكم كنجوم كاس العالم، كاس العالم، حضور الجمهور، رده فعل الجمهور، قاعدين يدعمونا. يعني اكو ناس يجون يشوفون جاسم هو يشجع نادي الكويت او يشجع نادي العربي او يشجع التضامن، او يروحون حق جاسم يشوفون مباراته، يروحون حق فيصل، يروحون حق عبد العزيز، يروحون حق فتحي، فتحي يلعبونه من ملعب لملعب. حتى روابط، حتى روابط المشجعين والروابط اللي ايضا المتعلقين لها طعم وما فيها مشاكل. يعني انت تحس انه يعني انت اي واحد يخطئ تحس انه هو اللي يرد عليه، رئيس الرابطه هو اللي يسكت، لا تتكلم، ما يرضون بالغلط. فكانت هذه كلها عشناها يعني مع اداره، سواء بالنادي او بالاتحادات، جميع الاتحادات، تكلم عن سله، طائره، يد، سباحه، ذيك الايام كلها شعلة. عندك 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 مستوى احنا ننافس به في بطوله اسيا في السباحه، كره السباحه، وطلعنا احنا كذا واحد، محمد عبد الوهاب، بطولات اليد، جميع اللعبات. هذا شيء ما جاء من يعني من تخطيط ودعم من الدوله. يعني هذا الاهم. بس ايضا محمد، عوده النجوم او منتخب الكويت بشكل عام ومساهمته في عوده الدوري هو اللي اعطى حقيقه من الاثاره والتشوق والحضور الجماهيري، الحضور الاعلامي ايضا. مشعل، الدوري كان نار، الدوري كان قوي، اللي خلى منتخبنا يظهر بالصورة وحقق هذه النتائج. الدوري قوي، كان في نجوم. يعني أنا أقول لك النجوم اللي كانت موجودة كل واحد يبي يحافظ على مركزه أو مكانته في المنتخب. في لاعبين موجودين وبرزوا في أندية انظلموا، ما تم اختيار المنتخب. بس ليش العربي سيطر على الثمانينات على البطولات؟ أنا أقول أسس فريق صح، ها؟ أسس فريق صح. دور مكاي كان دور كبير، كان اختيار، يعني الله يرحمه بصالح محمد ملا، اختياره لمكاي كان اختيار موفق. عمل فريق بدأ بلاعبين كبار وقام يدخل عناصر وكون فريق، وقال قال كلمة، قال لا تحاسبوني الموسم هذا اللي أنا، حاسبوني الموسم اللي بعده، مع أنه أخذ كأس الاتحاد في الموسم نفس اللي بدأ، وفعلا بعد الموسم اللي وراه بدأ يأخذ البطولات. فأقول لك يا أبو مشعل، يعني إحنا بالفترة هذه، أنا أتكلم كنادي العرب أو كلا سامي الحشاش، لما لعب مع القادسية والكويت أو كاظم، أخاف مثل ما لعب ويا فحيحيل والتضامن والساحل، فرق كلها اللي أتكلم عنها هذه، فرق كانت تخوف، كانت تغير نتائج بالأندية الكبيرة الفرق هذه. عشان كذي يعني صار عندنا منتخب، وانا اقول لك يعني فعلا في لاعبين، انا ما بيعد الاسماء، لاعبين فعلا، لاعبين اللي كانوا بالفتره من يمكن اتكلم من 78 ل 82 كاس العالم، في لاعبين ظلموا، لاعبين على مستوى عالي. انا لو بقول لك اسماء، انا بعطيك واحد اسم واحد، خالد زنكي. خالد زنكي يمكن كل نادي كان يتمنى انه يكون عنده خالد زنكي، بس ما قدر ياخذ. لاعب الشباب، لاعب الشباب، وفي لاعبين وايد، ما بقول انا اتكلم نموذج اعطيتك لاعب على مستوى عالي، لكن الموجودين في بالفترة هذه ظلوا محافظين على مستواهم لفترة طويلة، ما أعطوا فرصة للاعبين الباجين. عكس الحين، إحنا يمكن من التحرير للحين يمكن يدشوا منتخب فوق 700-600 لاعب. بالسابق قبل ما إحنا قدر يأخذ فرصته، لأن اللاعبين الموجودين ما إذا لاعبين المنتخب بفواز بعد العودة، بعد حصول كأس آسيا والأولمبياد وكأس العالم، عدتوا مرة أخرى، أنتوا شعللتوا الدوري في اعتقادك في الثمانينات، وارتقى مستوى المباريات والمنافسة القوية بين جميع الأندية. أكيد، لأن الدوري مؤسس تأسيس قوي. يعني كان اتحاد الكويت كرة قدم حريص على نجاح البطولة الدوري العام، وهني في نفس الوقت تطلع عندك النظام. إضافة إلى لما تروح المنتخب وترجع، هم كذلك تعطي يعني مستوى أعلى في الدوري، لأن اللاعبين
متحدين في منتخب اليوم يرجعون الدوري يصير في تنافس بينهم وبين انا سامي الدفاع انا المهاجم وهو متعلم على التكتيك وانا متعلم على التكتيك فهذه تعطي انطباع لنجاح اللعبه انت دائما عندك نجاح اللعبه وهو متى يصير عندك دوري قوي لما تنجح اللعبه وتنجح البطوله فبالثمانينات انا اعتقد كان جدا مستوى كان عالي تمام مع العلم شاهدنا في نص الثمانينات في اعتزالات من اللاعبين اللي لهم منهم جاسم منهم سعد تمام وهذا شيء يأثر لكن كانت في يعني في قاعدة قاعدة في كل نادي عنده قاعدة وفي نفس الوقت يعني دائما كان المثلث عامل كامل متكامل من الإدارة من الفن من اللاعبين إضافة إلى الجمهور ترى كان الجمهور بعد المرات يوصل لك رسالة إذا هو زعلان منك أو راضي عليك فهذه هم كذلك تعطيك الخبرة عامة أنا أتكلم عن نفسي أنا كنت سعيد في هذاك الوقت والحمد لله أنا محظوظ أني أنا في هذاك الوقت عشت وتعاملت فيها مع نجوم كبار وفي لاعبين أكثر من لاعب تعاملت معهم أكثر من لاعب إداريين تعاملت معهم أنا حقا علموني أشياء كثيرة وهذلك كذلك اللي موجودين هم كذلك علموني أشياء كثيرة فأنا هني أحد نفسي أني أنا محظوظ أني لعبت في ذيك الفترة بس هل بعد عودتكم بعد كأس العالم حسيتوا أنكم أشخاص غير؟ لا كأس العالم عالم ثاني خلصنا منه إيه خلصنا منه رجعتوا إلى الدوري العالم. رجعنا قاعد أقول لك لما رجعنا كأس العالم كان في بعض اللاعبين أنا بوجهة نظري استعجلوا على اعتزالهم منهم جاسم بس جاسم صار له ظرف آخر لا. سعد الحوطي كذلك في نفس الوقت بس الليلة يغيب عنا أبو محمد إيه؟ الكابتن سعد الحوطي طبعا اللي سباطة أيضا بالدوحة بالدوحة إيه نعم مسي عليه بالخير بنذكره بالخير يعني في ناس تقول لك لا أنا بس بلعب كأس العالم أنا بوجهة نظري لا أنت ما تنعرف إلا بعد كأس العالم وتكون ناضج أكثر تمام في بعض اللاعبين تركوا لكن هم كذلك كان المستوى أحسن ما يمكن لأن أنت لعب في مباراة وفي مجمع رياضي عالمي وفي نفس الوقت ثقافتك اللي خليتها راح تحطها فكان هو المستوى متواجد فيه بعض المباريات عالقة أبو محمد في ذهن كل لاعب حتى الآن لو بيتذكر جاسم يعقوب الثمانينات بس شوف هل في مباراة واحدة أو أكثر من مباراة أبو مشعل أنا بس بعقب على كلام فيصل بعد كأس العالم 82 جيت الكويت كان أقدم كتاب اعتزال حق رئيس النادي كان خالد الحمد 83 قدمته خالد كتاب اعتزال كتاب اعتزال قال ليش تو قصير قلت له وليد دوري أخذنا كأس أخذنا كل بطولات محلية أخذناها دور الخليج أخذناها آسيا أخذناها كأس العالم وصلنا بعد شلون وصلنا أولمبياد أخذنا خلاص ما بقى شيء ما أخذنا أولمبياد وصلنا قال صح كلامك بس نكمل الموسم ويا ربعك عشان يعني طلع لك واحد اثنين يعني تساعدهم قلت له خلاص وصار اللي صار بعدين طبعا العارض الصحي نعم اعتزلت طوع يعني اعتزلت لكن ناوي اعتزال اول ما رجع في مباراة او اكثر من مباراة حلقة بذين جاسم يعقوب على مستوى الدوري شوف المحلي القناة الغدسية اي مباراة شهرة لي اللي صارتني نجومية مباراة سانتوس على مستوى المنتخب نهائي كأس آسيا اللي بالكويت نهائي هذه مباراتين يعني سوت شيء بحياتي أبسط لا أنا بقول عن بالنسبة لي حتى يعني الأندية اللي كانت أنا نسيت أنا نادي الجهرة إيه نادي الشهداء ذاك أيام كان نادي الشهداء أيام نادي الشهداء وكان يعني عندهم لاعبين مميزين صراحة في 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 يعني حتى يوم كان كابتن صالح زكريا مسي عليه الله يمسيه بالخير واحمد يوم يمسك نادي الجهره وياخذ فيه بطوله دوري اعتقد بطوله اول بطوله خلفيه الدوري اول كاس هو دوري وها ومن ثلاث جولات من ثلاث جولات فبالتالي يعني 89 عشان لا انسى واهضم حق اهل الجهره الصراحه واهل شباب الجهره اللي متعونا بذاك الجيل وبذاك الوقت يعني مر
مر علينا وشفنا يمكن تقريبا 4 أو 5 لاعبين انضموا للمنتخب، وحتى نادي صليبخات حتى فيهم 3 في لاعبين، 2 كان هداف الدوري طالب حسين لاعب صليبخات، هم بعد انضموا له، ونادي الشباب كان فيه مجموعه لاعبين، ونادي الساحل، يعني كان تقريبا 14 نادي عندهم لاعبين مميزين. لكن تبقى في مباراه او مباراتين ابو سعود لا تزال علقه بذهنك بالنسبه لك انت كشخص؟ والله شوف يعني ولا العدد وايد في مباريات حلوه يعني تحس فيها يعني اللي تاهلك حق اسيا وتاهلك حق كاس العالم وتاخذ فيها بطوله مثل منتخب العراق والصين والسعوديه مع طبعا هذا على مستوى المنتخب، على مستوى النادي المحلي يعني على نادي العربي. اول مباراه لعبتها انا بدال الخشرم نزلت ثاني جيم حطيت جول على العربي، هذه اول مباراه لي، هذه اعطتني يعني الصحابه من بكره كتبوا يعني كتاب مانشيت الصحافة انه في ناشئ قادم نادي الكويت اسمه العنبري، قريته انا عبد العزيز العنبري، فهذه اعطتني شويه دافع وطموح لي. طبعا تعبت عدينا نلعب زين عشان ما يسرق الوقت ترى ما باجي شيء. كل الرساله عندنا بطوله احنا اليوم في صباح الاحمد مدينه صباح الاحمد السكنيه، مسويها جمعية صباح الأحمد، ومسوي بطولة ولعبنا حنا مجموعة من الشباب الشياب على قولتهم. نعم. يعني عجبتني المنطقة أنا كلها، يعني مساحات موجودة، الشوارع، الطرق، البيوت، الفلل. الرسالة اللي هو قال لي إياها رئيس الجمعية قال لي نبي دعم من الهيئة الشباب الرياضة حق الملاعب في مساحات كثيرة موجودة. وعندهم تقريبا ملاعب الخارجيه، يعني موجوده مساحات، وهذا كلامي موجه حق اخوي حمود فليطح ويا اعضاء مجلس اداره الهيئه الشباب الرياضه. اتمنى ان شاء الله واحد يعني تروح لجنه تشوف صباح الاحمد هناك محتاجين، يعني شفنا شباب محتاجين ملاعب. ليش ما يصير مركز؟ مراكز يعني يصير مراكز من ساحه رياضيه مركز في ساحات وفي مراكز موجوده، يعني انت تستقلها. نعم. هذا انت الحين هذه منطقه جديده لازم انت يعني خل الناس ترغب فيها، يعني ممكن تسوي نادي جديد بعدين، يمكن يصير نادي جديد وممكن يكون استاد هناك ان شاء الله باذن الله. قالوا 10 اكثر من 15 يعني 1000 ايش كذا، يعني تقريبا يعني اتمنى ان شاء الله الهيئه هذا من شباب صباح الاحمد السكن. جزاك الله خير، وصلت الرساله لاخوي ابو ضاري حمود فليطح مدير عام الهيئه العامه للرياضه. كابتن سامي ايضا قبل ان نختم، مباراه لا تزال عالقه في ذهنك؟ والله مباراه الدوري بالدوري اي ولا وايد؟ والله وايد وايد. مع المنتخب في شيء؟ مع المنتخب والله في مباراة، هي مباراتنا مع الصين. سامي لا والله لا أنا مباراتنا سامي لا يا سامي ما سقفوها لا مباراتنا مع الصين اللي أخطأت فيها أنا، اللي نزمنا من الصين في تصفية في نهاية كأس آسيا في سنغافورة، فيصل كان موجود يعني، هل اللي اخطات فيها انا عندي كانت افضل مباراتي على مستوى المنتخب، مع اني انا اخطات في المباراه هذه. خلص وقتنا الحمد لله، خلص وقتنا. ومشاهد الكرام باسمكم الشكر والتقدير لاصحاب الديوان كابتن فيصل الدخيل، شكرا جزيلا لحضوركم وبارك الله فيكم. ابو محمد سالم الحشاش، ابو سعود عبد العزيز العنبري، ابو مشعل جزاك الله خير، ابو سعيد محمد بارك الله فيكم. والشكر موصول ايضا لمشاهدينا الكرام وبقياده طبعا مخرجينا عبد الرزاق العطار، حسين قنبر طبعا قلت حسين قنبر ما قلت ونواف الجريل وكل اصناف البرنامج. مع السلامه.